لكنه بالتأكيد لا ولن يتملص سامي تحمل مسؤوليته في مباشرة الإصلاح، خاصة في مجال الأوراش الكبرى التي تقتضي مسؤولية جماعية وتشاركية من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الضريبي ومنظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتنظيم الحقل النقابي الذي يعرف ريعا مسكوتا عنه، والتي لا بد لإصلاح هذا الحق من إخراج قانون تنظيمي للحق في ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور، ناهيك عن إعادة النظر في النظام التعاضدي. الإضراب حق مشروع ضد القهر ضد الشعب. الإضراب حق مشروع ضد وتصطدم بالريع النقابي والسياسي وببعض مظاهر الفساد لدى بعض المحسوبين على العمل النقابي والسياسي، مما يتطلب جرأة في المعالجة والصبر في تحمل الانتقادات والسهام وعمليات التشويش المتكررة والمتواصلة، والتي تروم وتبتغي تقويض عمليات الإصلاح الموجهة أساساً لإصلاح الوضع العام ليستفيد منه العمال والعاملات أولاً، ومعهم جميع المأجورين وعموم الشعب المغربي برمته. أيها الإخوة أيها الأخوات، إن النضال ضرورة من ضرورات التي ينشط من خلالها منخرط حزبنا ومتعاطفيه. هذه الشراكة مبنية على التشارك والتنسيق من أجل مباشرة أوراش الإصلاح، دون أن تخلو هذه الشراكة من الانتقادات والتنبيهات التي يرفعها الاتحاد باسم العمال والعاملات والمأجورين للحكومة لتأخذها بعين الاعتبار، وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية لا يمارس بالمطلق وصاية على المنظمة النقابية، لأن الاتحاد الوطني للشغل المغرب منظمة نقابية أولا وقبل كل شيء، ملتزمة بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة والممكنة للشغيلة دون مزايدة أو مهادنة.